سبع نصائح للنجاة من الكوارث الطبيعية. نعيش في زمن أصبح فيه حدوث الكوارث الطبيعية متزايداً بشكل متسارع لتصبح أكثر تدميراً، ويعتقد الكثير بأن اللوم يقع على الجنس البشري، وبغض النظر عن إما كان ذلك صحيحاً أم لا، فجميعنا يرغب في معرفة طرق النجاة عند حدوث هذه الكوارث. جمع الجانب المشرق قائمة لنصائح البقاء على قيد الحياة التي قد تنقذ حياتك في الحالات الطارئة. رقم 7، العاصفة. بدأت العواصف المدمرة في السنوات الأخيرة باجتياح العالم أكثر فأكثر، ولا سيما منطقة البحر الكاريبي وجنوب الولايات المتحدة. أفضل مكان للاختباء أثناء العاصفة تلك الأماكن الآمنة التالية التي ليس بها نوافذ، مثل القبو وغرفة الملابس ودورة المياه. ومن الجيد أيضا النزول تحت قطعة أثاث متينة لتحمي نفسك من انهيار السقف. وفي هذا الظرف من الضروري اقتناء جهاز راديو الطقس يعمل بالبطاريات، وسيعطيك أوامر للإخلاء أو تعليمات لكيفية البقاء على قيد الحياة في ملجأك، وسيطلعك على آخر مستجدات حالة الطقس بما أنك تنتظر إشارة كل شيء آمن. احمي منزلك لتكن في الجانب الآمن، وثبت المصاريع والألواح على الأبواب والنوافذ وثبت السقف. إذا بدأت العاصفة وأنت تقود سيارتك وتر على مبنى أو حفرة كمأوى، فلن يحميك الوقوف في طريق السير. إذا كنت تسكن في مقطورة وكان لديك ما يكفي من الوقت للهرب إلى مكان آمن، افعل ذلك. لا تبقى في المقطورة على أمل بأنها ستصمد في وجه العاصفة. رقم 6، الإعصار. يتحرك الإعصار بسرعة 300 ميل في الساعة ويدمر كل شيء في طريقه، فبمجرد سماعك لتحذيرات بقدوم إعصار ولاحظت أن السماء تصبح بلون داكن أكثر فأكثر وانخفض الضغط الجوي، فهذا يعني أنه قد حان الوقت للدخول إلى ملاذ آمن. وللمرة الثانية من الجيد أخذ راديو الطقس معك. أفضل مكان للاختباء أي ملجأ تحت الأرض أو غرفة في الطابق السفلي. ابقى في منتصف الغرفة، فغالبا ما يكون الحطام باتجاه الزوايا، واحمي رأسك بوسائد الأريكة أو باستعمال ذراعيك، واتبع التعليمات ذاتها في حال حدث الإعصار أثناء تواجدك في مكان عام. يجب أن تبقى منخفضا قدر الإمكان، وتجنب النوافذ والمساحات المفتوحة كالقاعات والصالات الرياضية والممرات الكبيرة. قد تمنحك المكاتب والمقاعد إن نزلت تحتها بعضا من الحماية الإضافية. يستحيل التغلب على الإعصار، فباستطاعته رفع سيارتك بسهولة، كما أن القيادة في الأحوال الجوية لن تكون سريعة بأي طريقة. وإن لم يكن لديك وقت كاف للقيادة من أجل الوصول لأقرب مأوى، أوقف سيارتك في منطقة مفتوحة حيث لا توجد أشجار أو أجسام قد تحطمها. اخرج من السيارة واختبئ في خندق أو استلقي على الأرض مع حماية رأسك بذراعيك. كن حذرا وانتظر مرور الإعصار. غادر المباني المدمرة حينما تعلم بأن المكان آمن في الخارج بأقصى سرعة ممكنة. رقم 5، تسونامي. تدعى أمواج المحيطات الضخمة الناجمة عن الزلازل والانهيارات الأرضية تحت الماء بالتسونامي، وهي شيء سيء. ومن الواضح أنها تنشأ في المناطق الساحلية، وبغض النظر عما إذا كنت تسكن في واحدة من تلك المناطق أو كنت هناك في إجازة، فلا تنتظر أي تعليمات حالما شعرت بالهزة الأرضية. اهرب في الحال إلى أعلى منطقة. التسونامي سريع للغاية ويضرب الساحل بعد دقائق من حدوث الهزة الأرضية. تذكر بأن المباني العالية بما في ذلك الفنادق في منطقة الشاطئ قد تكون ملاذا ممتازا. إن واجهت التسونامي وأنت في البحر، ابق هناك بدلا من العودة للشاطئ، فلن يكون ملاذا آمنا. إذا كنت تعيش في منطقة خطر حدوث التسونامي فيها عال، فمن الجيد البحث عن خطة الإخلاء مع أصدقائك وعائلتك. فكر بمكان حيث يمكنكم جميعا الهرب إليه في حال وقوع كارثة. رقم 4، الفيضان. غالبا ما تحدث الفيضانات أكثر من الكوارث الطبيعية الأخرى، وتحدث تغيرات على المعالم بشكل كبير، كما نتذكر نيو أورليانز والمناطق المنخفضة الأخرى. عادة ما تكون ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتي قد تكون لفترة طويلة أو حتى قصيرة جدا. لا تحاول أن تكون أشجع شخص في الحي، وابق في منزلك بمجرد سماعك لإنذار الإجلاء. لتكون بأمان، انتقل للطوابق العلوية واصطحب أوراقك المهمة في صندوق مضاد للماء.
وإن لم يمنحك الطوفان وقتاً للإخلاء وأحاطتك المياه من كل جانب فلا تحاول السباحة عبره، فالنهر بالحطام أقوى منك بكثير. في أسوأ الاحتمالات إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى سوى التحرك في الماء، حاول السباحة على ظهرك مع جعل ذراعيك للخلف لتوجيهك. رقم 3، الانهيار الثلجي. قد يحدث انهيار ثلجي بينما تستمتع بالتزلج في جبال الألب في موقع يشبه الحلم، فهو قوي ومدمر ويدفن أي شيء في طريقه تحت أطنان من الثلج. عندما يبدأ الانهيار حاول الانتقال إلى جانب المنحدر بأقصى سرعة. سيكون هناك الكثير من الثلج في مركز التدفق، وللتحرك بشكل أسرع تخلص من أي معدة ثقيلة تحملها على جسدك. وإن لم تتمكن من الهرب حاول التشبث بأي شجرة قوية لتبقيك فوق الثلج. إياك أن تغرق، أدخل بقدميك وذراعيك كأنك تسبح في الثلج متجها للأعلى، وفي حال دفنت تحت الثلج احفر جيبا هوائيا لتبقى قادرا على التنفس، وانتظر فريق الإنقاذ حتى يعثر عليك. ولا تهدر طاقتك بالصراخ أو بحفر الثلج بشكل مكثف إلا إذا تمكنت من سماعهم على مقربة منك. رقم 2، الحريق الهائل. تنتشر حرائق الغابات الطبيعية وبشرية الصنع على حد سواء بسرعة كبيرة وتدمر كل شيء في طريقها. إذا وجدت نفسك في منطقة حريق هائل فمن الهام للغاية التأكد أن باستطاعتك التنفس، وإن لم تنجح بفعل ذلك فبإمكانك العبور في غمرة منطقة الخطر. استعمل قطعة قماش مبللة لتغطي أنفك وفمك واهرب إلى بر الأمان. أكثر الأماكن أمنا بإمكانك الذهاب لها هي تلك التي بعكس اتجاه الريح للنار والتي بها أشجار وشجيرات قليلة، والخيار الأفضل أن تعثر على مبنى للاختباء به. تذكر بأن تبقي الأبواب مفتوحة ليتمكن رجال الإطفاء من إنقاذك إذا اقتضى الأمر. وإن لم يكن هناك بنايات وكان هناك ماء بجوارك ادخل في الماء، وإذا كان بإمكانك ركوب في سيارة والقيادة بعيدا عن الحريق افعل ذلك. من الواضح أن ذلك سيمنحك فرصا أكبر لتنجو بنفسك أكثر من الهرب. حتى عندما يصبح الدخان أكثر كثافة ووجدت أنه يستحيل عليك القيادة لا تغادر المركبة. رقم 1، الزلزال. بعض المناطق في العالم أكثر عرضة للزلازل من غيرها، إنك على الأرجح تعلم ذلك إن كنت تعيش في واحدة من تلك المناطق. وضح جون أندرسون ويويتشيرو مياتا من جامعة نيفادا أكثر الولايات في الولايات الأمريكية عرضة لحدوث الزلازل إلى جانب ألاسكا وكاليفورنيا. ورغم ذلك قد تحدث الزلازل في أي مكان سواء أكثرها أو أقلها خطورة. قد لا تتضرر من اهتزاز الأرض ولكن من الأشياء التي تسقط عليك. تأكد من أن جهاز التلفاز ورفوف الكتب مثبتة على الحائط، فالأثاث الثقيل يقف بثبات على الأرض. لا مكان لإطارات الصور والمرايا فوق سريرك مباشرة. إذا حدث زلزال وأنت في الداخل ابق حيث أنت. يقول الخبراء إنه أثناء الزلزال يجب الانخفاض للأرض وتحت الطاولة، وغطي عنقك ورأسك بيد واحدة وتشبث باليد الأخرى. يجب أن يكون جسمك بأكمله تحت الطاولة. لا تحاول الهرب من المبنى، فالواجهة الخارجية للمبنى هي واحدة من أخطر الأماكن. وإذا لم يكن لديك أي طاولة فحاول أن تكون منخفضا قدر الإمكان. احمي رأسك ورقبتك بيديك، وإذا كنت في الخارج عندما بدأت الكارثة ابق في منطقة مفتوحة بعيدا عن أي شيء قد يسقط عليك. بعض القواعد شاملة ويمكن تعميمها على معظم الكوارث الطبيعية، وقد بدأت حملة مستعد القومية بالولايات المتحدة لتعريف الناس بكيفية الاستعداد والنجاة في حالات الطوارئ المختلفة. وتوصي الحملة بامتلاك حقيبة النجاة الأساسية لتزودك بالأشياء الضرورية في حالة كهذه. تذكر ضرورة وجود ما يكفي من الغذاء والماء وغيرها من اللوازم لمدة 72 ساعة على الأقل بعد الكارثة. وتشمل اللوازم الأخرى راديو طقس يعمل بالبطاريات ومصباح يدوي ومجموعة الإسعافات الأولية وصافرة وقناع الغبار ولوازم النظافة الشخصية وكماشة وفتاحة للأغذية وخرائط منطقتك وهاتف قلوي طارئ مع بطاريات احتياطية. نأمل بألا تحتاج أبدا اتباع هذه القواعد، ولكن إن حدث ذلك ستكون على علم بما ستفعله.
انقر على زر الإعجاب إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا. اشترك بقناتنا لكي لا تفوتك أي من المستجدات التي نشاركها. تذكر بأن الحياة أفضل بالجانب المشرق.